بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج مقاما للتعليم، وهدى فيه من شاء من عباده إلى الدين القويم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم ما علم الحجاج، وعلى آله وصحبه خيرة وفد الحاج. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الثالث من برنامج تعليم الحجاج في سنته الخامسة 37,438,000، وهو كتاب اللوامع من الكلم الجوامع لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. نعم. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم: غفر الله لكم وعفى عنكم ونفع بكم في كتابكم اللوامع من الكلم الجوامع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الخلائق أجمعين، وصلى الله وسلم على رسوله محمد الأمين وعلى آله وصحبه وسائر المهتدين. أما بعد، فإن عبد الله ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم نال من ربه المقام الأسنى، وبلغ عنده المنزلة الأسمى، رفعه فأعلاه وآتاه فأغناه، فمما آتاه جوامع الكلم المضمنة صلاح الدارين وطيب النشأتين. وفي هذا المكتوب اللطيف 10 أحاديث من قوله الشريف وصفت بأنها من جوامع الكلم متبعة بلوامع من الحكم. ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة، وهي قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم ثنى بالحمدلة وهي قوله: الحمد لله رب الخلائق أجمعين، ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسائر المهتدين. وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا، فمن صنف كتابا استحب له أن يستفتحه بهن. وقوله وسائر المهتدين أي بقية المهتدين، فالسائر هو البقية، ولا يقع بمعنى جميع في أصح قولي أهل العربية. ثم ذكر المصنف أن الله سبحانه وتعالى آتى محمدا صلى الله عليه وسلم مقاما عظيما ومنزلا كريما بما ذكره عنه في قوله: نال من ربه المقام الأسنى وبلغ عنده المنزل الأسمى. فالمقام الأسمى أي الأرفع، فالمقام الأسنى أي الأضوى، فهو من السناء وهو الضياء. والمقام والمنزل الأسمى أي الأرفع، فالسناء من الضياء والسمو من الرفعة. ومما رفع الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ما آتاه الله إياه، فمما آتاه الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأغناه به جوامع الكلم. والجامع من الكلم هو ما كان قليل المبنى عظيم المعنى، فما قل مبناه وجل معناه يسمى جامعا. وجوامع الكلم التي أتيها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: أحدهما القرآن الكريم، والآخر ما صدق عليه الوصف المتقدم من حديثه صلى الله عليه وسلم، ما صدق عليه الوصف المتقدم من حديثه صلى الله عليه وسلم، مما يكون فيه اللفظ قليلا ويكون المعنى جليلا. وقد اشتغل أهل العلم بجمع الأحاديث التي وصفت بهذا، وابتدأ ذلك أبو عمرو بن الصلاح
فأملى مجلساً اسمه الأحاديث الكلية، ذكر فيه 26 حديثاً من جوامع الكلم التي أتيها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذها عنه النووي وزادها فبلغت 42 حديثاً، ثم جاء بعده من زاد عليه كالطوفي وابن رجب وابن سعدي رحمهم الله أجمعين. وحقيقة الأمر أن تلك الأحاديث الأربعين ترجع إلى 10 أحاديث جوامع، هي هذه الأحاديث العشرة المذكورة في هذه الرسالة، فقد جمعت تلك الأحاديث الجامعة لما تفرق مقرونة بلوامع من الحكم، أي مصحوبة بذكر أصول عظام ومسائل جسام تستفاد من تلك الأحاديث. وأصل اللامع هو ما اشتهر بضيائه، فأصل اللامع هو ما اشتهر بضيائه، وتلك الأحكام والأصول عظمت حتى صارت بتلك المنزلة في الإسلام. نعم. قلتم الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب القرشي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري في المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللذين هما أصح الكتب المصنفة، واللفظ للبخاري فيه لوامع: الأولى وضع ميزان الأعمال الباطنة، الثانية بيان ما يعتد به من الأعمال وبيان ما يترتب عليها، الثالثة فضل الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، الرابعة ضرب الأمثال لإرادة تبيين المعاني. ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة الحديث الأول من جوامع الكلم النبوي المعدودة فيها، وهو حديث النية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى. الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، واللفظ للبخاري، فهو مما يقال فيه متفق عليه. والحديث الذي يكون في الصحيحين اتفاقا هو بالمحل الأعلى في الصحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث صحيح باتفاق المسلمين. وقد ذكر المصنف 4 لوامع، أي أصولاً عظاماً ومسائل جسام مستفادة ومسائل جساماً مستفادة من هذا الحديث. فاللامعة الأولى قوله: وضع ميزان الأعمال الباطنة، أي أن هذا الحديث ميزان للعمل الباطن، فيحكم على العبد في باطنه بنيته، فإذا حسنت نيته حسن عمله، وإذا ساءت نيته ساء عمله. والنية هي قصد القلب العمل تقربا إلى الله، والنية هي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله عز وجل. فالأعمال توزن في باطن العبد بما يكون له من النية. واللامعة الثانية هي قوله: بيان ما يعتد به من الأعمال وبيان ما يترتب عليها، أي أن المعتد به المحكوم بصحته من العمل هو ما صحت نيته، ويكون للعبد من الثواب على قدر نيته، وإذا ساءت نيته ساء عمله وكان عليه من العقاب بقدر نيته.
وهذان الأمران في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، فالأعمال معلقة بنياتها والعاملون لهم من الأعمال على قدر نياتهم. واللامعة الثالثة هي قوله فضل الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الفضل مستفاد من الجزاء المذكور في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فالجملة الأولى في بيان العمل، والجملة الثانية في بيان الجزاء، وطوبق بين الجزاء والعمل تحقيقا لوقوعه، وطوبق بين الجزاء والعمل تحقيقا لوقوعه، أي أن من كانت هجرته لله ورسوله عملا فقد تحقق جزاؤه ووقع أجره على الله، وإذا كان كذلك فالمذكور في الحديث له فضل امتاز به عن غيره. والهجرة إلى الله ورسوله نوعان، أحدهما هجرة القلوب والآخر هجرة الأبدان، ذكره ابن القيم في الرسالة التبوكية والكافية الشافية. فهجرة القلوب إلى الله بالإخلاص وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع، فهجرة القلوب إلى الله بالإخلاص وإلى محمد صلى الله عليه وسلم بالاتباع، وهجرة الأبدان إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالخروج من البلد الذي يشتمل على ما لا يحبه الله ويرضاه إلى بلد فيه ما يحبه الله ويرضاه، وأعظمه الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، فهذه هجرة أبدان يحبها الله، ومنه الهجرة من بلد الجهل إلى بلد إيش العلم، فهذا مما يحبه الله ويرضاه. ثم ذكر اللامعة الرابعة وهي قوله ضرب الأمثال لإرادة تبيين المعاني، أي أن من طرائق العرب في إيضاح كلامها ضرب المثال، فبالمثال يتضح المقال. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قاعدتين في قوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، ذكر عملا واحدا هو الهجرة، اختلف جزاء عامله باعتبار نيته، فمن هاجر إلى الله ورسوله عملا وقع أجره وصار مهاجرا إلى الله ورسوله جزاء، ومن هاجر لأجل دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي أنه لم ينل من أجل هجرته إلا ما ذكر من أعراض الدنيا تحقيرا لها. فالعاملان اشتركا في صورة عمل واحد هو الهجرة، وافترقا في النية، فلما افترقا في النية افترقا الجزاء، وذكر هذا المثال لبيان المقال. واختار النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال بالهجرة لأن العرب لم تعتد ترك بلدانها والتحول عنها إلى غيرها، فإن العربي شديد اللصوق بأرضه محب لها لا يكاد يخرج عنها إلا لغلبة عدو أو لأجل طلب الربيع ثم يرجع إليها، فجاء الشرع بأمر المؤمنين بالخروج من بلدانهم وأهليهم وأموالهم إلى الأرض التي أمرهم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إليها، فتثبيتاً لقلوبهم وحثاً لنفوسهم وتعظيماً لأجورهم، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثال بهذا ليعرفوا قدر الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فتهون على نفوسهم. نعم. قلتم غفر الله لكم. الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم
إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبث مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم وفيه لوامع الأولى بيان حقيقة الإسلام وأركانه الثانية بيان حقيقة الإيمان وأركانه الثالثة بيان حقيقة الإحسان وأركانه الرابعة خفاء موعد الساعة على أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم الخامسة ذكر علامتين من علامات الساعة السادسة تسمية ذلك كله دينا. ذكر المصنف وفقه الله الحديث الثاني من الأحاديث العشرة المعدودة من جوامع الكلم في هذه الرسالة، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه مسلم وهو من أفراده عن البخاري، ويسمى حديث جبريل، ويسمى أيضا أم السنة لأنه بمنزلة الأصل الجامع لها، كما أن الفاتحة تسمى أم القرآن لأنها تجمع ما فيه من المعاني. وذكر المصنف ست لوامع في هذا الحديث، فاللامعة الأولى هي قوله بيان حقيقة الإسلام وأركانه، أي في قوله صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله الحديث، ففيه بيان أن الإسلام يطلق بمعنى الشرائع والأعمال الظاهرة، أن الإسلام يطلق بمعنى الشرائع والأعمال الظاهرة، وأن أركانه هي الخمس المعدودة في هذا الحديث: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. واللامعة الثانية هي قوله بيان حقيقة الإيمان وأركانه، أي في قوله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته الحديث، ففيه أن الإيمان يطلق شرعاً ويراد به الاعتقادات الباطنة، وأركانه هي الستة المعدودة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. واللامعة الثالثة هي قوله بيان حقيقة الإحسان وأركانه، أي في قوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ففيه بيان أن الإحسان يطلق في الشرع ويراد به إتقان الباطن والظاهر، أي إتقان الأعمال الظاهرة والاعتقادات الباطنة. وأركانه هي المعدودة في قوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه الحديث، فله ركنان: أحدهما عبادة الله، والآخر فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة، فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة. والمراد بالمشاهدة أن يعمل المرء مع استحضاره أن الله
أن مع استحضار كونه يشاهد الله عز وجل، فيقع في خياله أنه يشاهد الله عز وجل. وأما مقام المراقبة فهو أن يعمل المرء مع استحضاره اطلاع الله عليه ومراقبته له. ذكره أبو الفرج ابن رجب في فتح الباري وجامع العلوم والحكم. واللامعة الرابعة هي قوله: خفاء موعد الساعة على أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، أي في قوله صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فإن أمين أهل السماء وهو جبريل عليه الصلاة والسلام سأل أمين أهل الأرض وهو محمد صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فاعتذر عن علمها قائلا: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أنها خفية لا يعلم بها ولا يحيط بها علما. واللامعة الخامسة هي قوله: ذكر علامتين من علامات الساعة، أي القيامة، في قوله صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة الحديث. فالمذكور في الحديث من علامات الساعة اثنتان: العلامة الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها، والأمة هي الجارية المملوكة، والربة مؤنث الرب، والربة مؤنث الرب أي المالكة، فتلد الأمة ابنة تكون مالكة لها. والعلامة الثانية في قوله صلى الله عليه وسلم: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، أي أن تفتح الدنيا على من كان من أهل الفقر حتى يتنافسوا فيها. فإن قوله صلى الله عليه وسلم: الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، خبر لأوصاف أهل الفقر، فالحفاة جمع حاف، والحافي هو الذي لا ينتعل أي لا يلبس نعلا. وقوله العراة جمع عار، والعاري هو الذي لا يجد من الثياب ما يلبس ما يستر عورته. وقوله العالة أي الفقراء جمع عائل. وقوله رعاء الشاء أي حفظتها القائمون عليها في مراعيها. والشاء كانت عند العرب مال الفقراء، وكان مال الأغنياء عندهم الإبل. ثم قال: يتطاولون في البنيان، أي يتنافسون في رفع البناء عاليا في السماء لما وسع الله عز وجل عليهم في الدنيا. وهذا كناية عن الاستغلال بما لا نفع فيه، فهم لا يضطرون إلى رفع البناء لأجل حاجتهم، وإنما لأجل التفاخر بينهم. واللامعة السادسة هي قوله: تسمية ذلك كله دينا، أي أن ما ذكر في الحديث من الإسلام والإيمان والإحسان كله من دين الإسلام. فهذا الحديث جامع مراتب دين الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. فالإسلام الذي هو الدين المبعوث به محمد صلى الله عليه وسلم له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى مرتبة الشرائع الظاهرة وتسمى إسلاما، والمرتبة الثانية مرتبة الاعتقادات الباطنة وتسمى إيمانا، والمرتبة الثالثة مرتبة إتقان الباطن والظاهر وتسمى إحسانا. نعم. قلتم: الحديث الثالث عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر القرشية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وبرواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد علقها البخاري فيه لوامع: الأولى وضع ميزان الأعمال الظاهرة، الثانية إبطال المحدثات في الدين، الثالثة إبطال ما خالف الدين، الرابعة عدم قبولها جميعا. ذكر المصنف في هذه الجملة الحديث الثالث من الأحاديث العشرة المعدودة
جوامع الكلم في هذه الرسالة، وهو حديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم، فهو متفق عليه عندهما بهذا اللفظ، ورواه مسلم وحده بلفظ آخر وهو: من عمل عملا ليس عليه أمرنا. وهذه الرواية معلقة عند البخاري، أي أنه لم يروها بإسناده، أي أنه لم يروها بإسناده، فلا يقال في مثله إنه من المتفق عليه. ثم ذكر المصنف أربع لوامع مستفادة من هذا الحديث. فاللامعة الأولى هي قوله: وضع ميزان الأعمال الظاهرة، أي أن الحديث المذكور يتضمن ميزان الأعمال الظاهرة، والميزان هو المعيار، فالمعيار الذي تقاس به الأعمال الظاهرة هو قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا الحديث مع حديث عمر المتقدم يجمعان ميزان الشريعة، فميزان الشريعة نوعان: أحدهما ميزان الباطن، وهو المذكور في حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات الحديث، والآخر ميزان الباطن، وهو المذكور في حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. والشريعة أغنت الخلق عن أن يضعوا موازين يزينون بها الناس باطنا وظاهرا، فميزان العدل بينهم ميزان الشريعة، فإذا فزع الناس إلى موازين أخرى وقع بينهم الظلم. واللامعة الثانية هي قوله: إبطال المحدثات في الدين، أي الإعلام بكون ما أحدث في الدين باطلا. والمحدث في الدين سمته الشريعة بدعة، فالبدعة في الشرع هي ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد. واللامعة الثالثة هي قوله: إبطال ما خالف الدين، أي من المنكرات الواقعة، في قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أي في الرواية الأخرى. فحديث عائشة رضي الله عنها أصل عظيم في بابين: أحدهما باب إبطال البدع الحادثة، باب إبطال البدع الحادثة، والآخر باب إبطال المنكرات الواقعة، باب إبطال المنكرات الواقعة. فحديث عائشة رضي الله عنها سيف الشريعة في إبطال البدع المحدثات والمنكرات الواقعات، فيسل هذا السيف لإبطال البدع والمنكرات على حد سواء. واللامعة الرابعة هي قوله: عدم قبولها جميعا، أي أنها ترد على أصحابها، فما يفعله العبد ويكون محدثا هو مردود على صاحبه، فالبدع لا تقبل من أصحابها ولا أجر لهم عليها. وكذلك المنكرات المخالفة أمر الشريعة كشرب الخمر أو غيره هي مردودة على أصحابها، فهم لا أجر لهم عليها بل عليهم آثام. نعم. قلتم: الحديث الرابع عن أبي عبد الله النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. فيه لوامع: الأولى أن الحلال بين والحرام بين، الثانية خفاء المشتبه من الأحكام على كثير من الناس،
الثالثة فضل اتقاء الشبهات، الرابعة عاقبة الوقوع في الشبهات، الخامسة أن حمى الله محارمه، السادسة عظم شأن القلب لأن مدار صلاح الجسد وفساده عليه. ذكر المصنف وفقه الله الحديث الرابع من الأحاديث العشرة المعدودة في جوامع الكلم في هذه الرسالة، وهو حديث النعمان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين. الحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ له، فهو من المتفق عليه. ثم ذكر المصنف ست لوامع مستفادة من هذا الحديث. فاللامعة الأولى هي قوله أن الحلال بين والحرام بين، أي واضح جلي لا يخفى، كحل شرب الماء وحرمة شرب الخمر. واللامعة الثانية هي قوله: خفاء المشتبه من الأحكام على كثير من الناس. والمشتبه هو ما لم يتضح معناه ولا عرفت دلالته، فيخفى الحكم على كثير من الناس، فمن الناس من يعلم حكمه ومن الناس من لا يعلم حكمه. واللامعة الثالثة هي قوله: فضل اتقاء الشبهات، أي ما في اتقاء الشبهات واجتنابها من الحسن، في قوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فاتقاء الشبهات له فضيلتان عظيمتان، فاتقاء الشبهات له فضيلتان عظيمتان: الأولى براءة العبد في دينه وعرضه، براءة العبد في دينه وعرضه، فيبرأ دينه عند الله ويسلم عرضه عند الناس. والفضيلة الثانية الحفظ من الوقوع في الحرام، الحفظ من الوقوع في الحرام، فإن من اتقى الشبهات بنى سدا منيعا وحصنا وثيقا بينه وبين الحرام، كما أن من هتك جدار الشبهات فقد فتح على نفسه باب الحرام. واللامعة الرابعة هي قوله: عاقبة الوقوع في الشبهات، وهي الوقوع في الحرام، فإن الله عز وجل جعل بين الحلال والحرام حجابا هو الشبهات، أمرنا بأن نتقيه، فالشبهة يجب اجتنابها ولا يحل تناولها. فإذا اشتبه عليك شيء من أمورك فإنه لا يجوز لك أن تدخل فيه وتتناوله لاشتباه الحكم، وإذا دخلت فيه فقد وقعت في الإثم. وقد جعلت المشتبهات جداراً بيننا وبين الحرام، فمن اتقى الشبهات فإنه يحفظ من الحرام، ومن يتجرأ على الشبهات فإنه يتجرأ على الحرام. فتناول الشبهة محرم، فإذا سمعت في شيء من الأمور أنه مشتبه فاعلم أنه يجب عليك أن تتقيه ولا يجوز لك أن تتناوله. واللامعة الخامسة هي قوله: أن حمى الله محارمه، أي أن الذي حماه الله عز وجل عنا ومنعنا منه هو الحرام، فالحرام حمى لله، أي شيء حماه الله ألا نتناوله. واللامعة السادسة هي قوله: عظم شأن القلب لأن مدار صلاح الجسد وفساده عليه، في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ثم قال: ألا وهي القلب. فمدار صلاح العبد وفساده على قلبه، فإن صلح صلح بدنه، وإن فسد فسد بدنه. وإلى ذلك أشار ابن تيمية الحفيد بقوله في الفتاوى المصرية: القلب ملك البدن والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. انتهى كلامه. القلب
ملك البدن والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. فما تراه من كلام خبيث من أحد أو فعل خبيث منه فمنشأه اشتمال قلبه على خبث، إذ لو طاب القلب لطاب اللسان والأعضاء.